التراكت اللي تبع البيراميدال سيستم التانية اللي اسمها كورتيكو نيوكليار تراكت او الكورتيكو بالبر تراكت. اذا كانت التراكت الاولانيه كانت بتحاول تضع السباينال كورد تحت تاثيرها بحيث تدي الاوامر للانتيرو هورن سيل اوف ذا سباينال كورد، التراكت دي بتحط الكرينيال نيرفز نيوكلياي اللي هم الموتور كرينيال نيرف نيوكلياي تحت تاثيرها. يعني دي اساسا طالعه من السريبرال كورتكس، الخليه النيورون الاولاني، والنيورون التاني بدل ما يبقى الانتيرو هورن سيل بتاع السباينال كورد، لا ده الموتور كرينيال نيرف نيوكلياي بتاع البرين ايه ستيم. طبعا التراكت دي ليها اتنين نيورونز زي ما احنا اتفقنا، ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون. ناخد الابر موتور نيورون اللي هو البيراميدال سيلز بتاع الموتور اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. الاكسون بتاع النيورون ده بتمشي، الاكسونز بتمشي تعمل مروحه على شكل المروحه اللي اسمه كورونا رادياتا، بعدين توصل لحد الانترنال كبسول زي التراكت التانيه بالظبط عند الانترنال كبسول. هنا دي الانتيور ليم بتاع الانترنال كبسول وده البوستيور ليم بتاع الانترنال كبسول، ودي هنا الجزء ده اسمه جينيو، جينيو اوف ذا انترنال كبسول، يبقى ده الانتيور ليم وده البوستيور ليم وهنا الجينيو. الفايبر تنزل تمشي في الجينيو اوف ذا انترنال كبسول مش في البوستيور ليم، يعني الكورتيكو سباينال كانت بتمشي في البوستيور ليم بتاع الانترنال كبسول، لا دي تمشي في الجينيو اوف ذا انترنال كبسول. لما تمشي في الجينيو الفايبرز بتاع الكورتيكو بالبر تراكت تتقسم اتنين تراكت، يعني بعد الجينيو التراكت دي تبقى اتنين تراكت، واحده اسمها ميديال كورتيكو بالبر والتانية اسمها لاترال كورتيكو بالبر تراكت. يبقى دي ميديال كورتيكو بالبر تراكت ولاترال كورتيكو بالبر تراكت. طب الميديال كورتيكو بالبر تراكت تعمل ايه؟ تروح عامله سينابس او تعمل ريلي على ده الميديال، ثلاثه كرين نيرف نيوكلياي بتاع ثلاثه، كرين نيرف نيوكلياي بتاع ستة وهنا هو ثلاثة وأربعة والتالتة بتاع على إيه ستة. يعني الميديال كورتيكو بالبر تراكت بتعمل ريلي أو سينابس على الكرين نيرف الموتور كرين نيرف نيوكلياي بتاع ثلاثة وأربعة وستة، ويبتدي السكند أوردر نيورون اللي هو ثلاثة كرين نيرف وأربعة كرين نيرف وستة كرين نيرف. دي اسمها ميديال كورتيكو بالبر. اشمعنى ثلاثة وأربعة وستة؟ إيه اللي بيربط بين 3 كرينيال نيرف و4 كرينيال نيرف و6 كرينيال نيرف؟ 3 اسمها الاوكولوموتور، 4 اسمه التروكلير، و6 اسمه ايه؟ الابدوسن. يعني التراكت دي بتعمل ريلي في الكرينيال على الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي بيحركوا العين اللي هم 3 و4 و6. دي اسمها ميديال كورتيكو بالبر تراكت. يبقى الميديال كورتيكو بالبر تراكت اول نيورون اللي هو النيورون بتاع الموتور اريا بتاع السيريبرال كورتكس، تاني نيورون اللي هو الموتور نيوكلياي بتاع 3 و4 و6. نيجي بعد كده اللاترال كورتيكو بالبر، دي بتنزل اهي من الموتور اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس وتنزل في الجينيو بتاع الانترنال كبسول، بعد كده تنزل تعمل ريلي فين؟ قال لك على 5 كرين نيرف نيوكلياي، 5 7 و9 و10 و11 و12 كرينال نيرف. يعني اللي بيعملوا ريلي على الكرينال نيرف نيوكلياي نمرة 5 و7 و9 و10 و11 و12 دول اللي هم احنا بندي لهم اسم اللي هو اسمهم لاترال كورتيكو بالبر تراكت. يبقى دي اللي هي عبارة عن اللاترال كورتيكو بالبر ايه تراكت. يبقى دي ميديال كورتيكو بالبر وهنا لاترال كورتيكو بالبر تراكت. خد بالك معايا، هنا الكورتيكو سباينال خد بالك معايا اللي فاتت، التراكت اللي فاتت كانت دايما تروح للانتيرو هورن سيل بتاع الاوبوزيت سايد. هنا الكورتيكو بالبر تراكت، لا في هنا كورتيكو بالبر تراكت ميديال ولاتر وهنا كورتيكو بالبر تراكت من ميديال ولاتر، بيعملوا ريلي. لو خدنا واحده تعمل ريلي على الكرينال نيرف نيوكلياي اوف ذا سيم سايد والاوبوزيت سايد، يعني دي تعمل ريلي في الكرينيال نيرف بتاع السيم سايد وفايبر منها يروح للاوبوزيت سايد. يعني الكورتيكو بالبر تراكت بتاثر على الناحيتين، او بمعنى صح الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي هي بتاع 3 و4 و5 و6 و7 كلهم بيستقبلوا الكورتيكو بالبر بتاع السيم سايد وبتاع الاوبوزيت ايه سايد. عشان كده يقول لك ايه اول ذا كرينيال نيرف نيوكلياي
اول ذا موتور كرينال نيرف نيوكلي ريسيف بيراميدال فايبرز فروم بوث سيريبرال هيمسفير او فروم بوث كورتيكو نيوكليار تراكتس ما عدا اللور بارت بتاع 7 و11 و12. دول مالهم؟ قال لك يستقبلوا من البيراميدال تراكت اوف ذا اوبوزيت سايد اونلي، يستقبلوا من البيراميدال تراكت بتاع الاوبوزيت سايد اونلي، ودي بتنزل في الام اس كيو في الكومبليت والكلام ده كله. يبقى لازم تكون عارف ان كل الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي في البرين ستيم اللي هم من 3 و4 و5 والكلام ده كله يستقبلوا بيراميدال تراكت من ناحيتين، من السيم سايد والاوبوزيت سايد، سيم سايد والاوبوزيت سايد، ما عدا اللور بارت اوف 7 و11 و12 اللي بتستقبل من الاوبوزيت تراكتس اونلي، من اللي هم الاوبوزيت لاترال كورتيكو بالبر تراكت اي اونلي، لكن السيم سايد ما بتستقبلش منها. ماشي؟ يبقى ده الكورتيكو نيوكليار تراكت او الكورتيكو بالبر تراكت.